خلوني أخدكم ونروح على ميلاد فنان بالمعنى الحرفي للكلمة، لأنه أنا ما أحبش دايما أحطه بس في إطار الإطار الموسيقي، لأنه كان ممثل حلو قوي رائع، مش أنا اللي أشهد له بس دي الحقيقة. ليه تاريخ في المسرح الغنائي مهم قوي، ليه تاريخ في الغناء، في اكتشاف المواهب، ليه تاريخ مذهل في التأليف الموسيقي. الفنان الكبير الله يرحمه أستاذ محمد نوح، هذا الرجل واحد من عبقرة الموسيقى المصرية دون أدنى مبالغة، ولازم تقعد تجيب الساوند تراك بتاع فيلم المهاجر على سبيل المثال. مثال، اسمع المزيكا وتشوف يعني إيه محمد نوح الله يرحمه. معانا على التليفون مريم نوح. ازيك يا مريم؟ اهلا، ازيك يا استاذ يوسف؟ عامله ايه؟ من غير ولا استاذ ولا حاجه، مفيش استاذه في الموضوع، المساله يوسف ابسط من ذلك. يا رب يخليكي. كل سنه وانت طيب. وانت طيبه وسنه سعيده عليكي وعلى الجميع. وانا من الناس اللي بتحب دايما تحتفي بالميلاد مش بذكرى الرحيل يعني، بس تمام. احنا اعتدنا ان احنا بنحتفي بالذكرى كتير، بس انا دايما اركز على الميلاد بصراحه. للأسف احنا كتير قوي بنفتكر الناس بعد ما بيبقوش موجودين معانا. بس أستاذ محمد يعني كده كده كنا فاكرينه وهو معانا، وبعد أن رحل عن دنيانا ففضلت بالمناسبة أعماله وولاده، يعني برضو دي حاجة مهمة. ربنا يخليك ويديلكوا الصحة جميعا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. أنا وأنا بتكلم قلت إنه أستاذ محمد نوح الله يرحمه مش عايز أحطه بس في إطار الموسيقى، لأنه هو مثل حلو قوي قوي، وعمل تاريخ مهم في المسرح الغنائي والمسرح الموسيقي، زي ما ألف موسيقى عالمية بالمعنى الحرفي لكلمة عالمية. أنا محق في ده ولا لأ؟ أنا قلت طبعا المهاجر ده من ضمن الحاجات، من ضمن، لأن هو تاريخه أكبر وأهم وأعمق. طبعا ده حقيقي. اللي معروف عن بابا هو لا يتعدى 20% من اللي عمله، يعني اللي الناس عارفاه فعلا هو عنده كمية أعمال وعنده ريبرتوار أعمال ناس ما تعرفوش لغاية النهاردة، لأنه ما تدعش وما تعرفش. يعني هي الناس دايما فاكرة بابا مدد، وهو أعماله أكبر بكتير جدا، واللي اداله الفن أكبر بكتير جدا جدا من مدد بس. صحيح، أتفق معاكي جدا، بس هنا في نقطة، إن اللي ما نعرفوش 80%، ال80% ده عاوزين نعرفه يا مريم. يا ريت، احنا نفسنا ان الناس تعرفه، لان احنا موجود عندنا التاريخ ده، موجود عندنا اعمال بابا كلها اللي اتعرضت على مسارح عالميه زي الكوميدي فرانسيز في فرنسا، والحاجات الموسيقى التصويريه اللي هو عملها واتعملت اوركسترا الصين عزفاله. يعني بابا عنده كميه اعمال الناس ما تعرفهاش واغاني الناس ما تعرفهاش، احنا نفسنا ان الناس تعرفها. طيب احنا عاوزين نشتغل على كده، يعني انا عايز انه الحاجات دي كلها نشوف هل هي محتاجه يعني يتعمل لها ديجيتايزيشن، عايزين نعمل لها ديجيتال اركايف، عايزين نشوفها تنزل على منصات زي واتشت، يعني في النهايه احنا عايزين كل ده يظهر، يبقى في حد يتبنى الموضوع ده، مش لبابا بس، لان اكيد في ناس كتير زي بابا عندهم كتير من اعمالهم مش معروفه كمان حتى للاجيال الجديده. يعني هي حتى لو اتعرفت لناس من الاجيال اللي قبل كده، محتاجين ان الصغيرين يبقوا عارفين تاريخنا وتاريخ بلدهم، اعمال اللي اتعملت قبل كده، عشان يبقى زي ما بابا الله يرحمه كان دايما بيقول، لازم البني ادم يبقى ليه جدر في الارض زي ما ليه فرع في السماء. فلازم نبقى عارفين القديم عشان نقدر نبني عليه ونكبر بقى بعد كده. والحاجات دي كلها موجوده؟ موجوده طبعا، كلها موجوده عندنا. وديجيتايزد؟ ديجيتايزد، وفي منها طبعا حاجات لسه مش ديجيتايزد، لان احنا عندنا حتى النوت والحاجات اللي هو كان كاتبها بايده. الله. يعني فكل الكلام ده موجود، احنا نفسنا بس لو حد يساعدنا ان احنا نقدر نطلع الكلام ده، ان مثلا وزاره الثقافه تتبنى ده، او انتيتي تتبنى معانا الحاجات دي لبابا ولغيره. لازم نشتغل على كده، لازم نشتغل على كده. طيب يعني اخر حاجه هسالك، مريم نوح تقول لباباها ايه النهارده في عيد ميلاده؟ اقول له طبعا كل سنه وانت طيب، ويعني احنا ما بننساش بابا لحظه، يعني لان هو غير ان هو كان راجل استثنائي، هو كان اب استثنائي، وانا يعني برغم ان انا شهادتي فيه ممكن تكون مجروحه، بس هو كان راجل عظيم على كل المقاييس وعلى كل المستويات، لدرجه ان احنا كنا بنقعد قدامه عينينا مبرقة من كتر الانبهار، مش بس لأنه بابا،
هو كان مدرسة في كل حاجة. وإحنا لو كان فينا إحنا التلاتة حد بقى في حاجة حلوة في حياته فهو بسبب إن إحنا ولاد الراجل ده. الله عليكي والله، انتوا التلاتة زي الفل بالمناسبة يعني. ربنا حقيقي يخليك. يعني أشكرك جدا 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 يا مريم، ويا ربنا رب يخليك. تبقى سنة سعيدة علينا جميعا، يا ويبقى رب اللهم جزء آمين من جميعا. سعادتنا في هذه السنة إنه كل الأعمال بتاع موسيقارنا الكبير محمد نوح تبقى كلها مؤرشفة وموجودة، ونقدر إن احنا نعرضها على منصاتنا ونشوفها ونستمتع بيها إلى آخره. أنا بشكرك جدا 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 مريم نوح.